حياكم الله من جديد في فقرة الاستضافات. دائما معانا موهوبين ومبدعين. اليوم احنا الموهوب اللي معانا او المبدعين اللي معانا اليوم ما شاء الله دائما عندهم يعني قدرة على خلينا نقول القوة ما شاء الله الخارقة عن طريق التمارين اللي هم يتدربونها وعن طريق بعض العروض اللي يقدمونها. شاركوا في العديد من المهرجانات والفعاليات. اليوم نستضيف احنا وياكم الكابتن ماهر وكذلك اليوم الابن الكابتن خالد، هذا الشبل من ذاك الاسد. الله يخليك. طبعا الكابتن ماهر ما شاء الله تبارك الرحمن من مؤسسين الفرق اللي هي خلينا نقول على القوه والعاب القوه والعاب خلينا نتكلم عن اللي هو دائما فيها اللي تشوفونها مثلا اللي فيها سيف واللي تشوفون فيها تكسير يمكن كنتوا تشوفونها اول. بالنظر يكسر الذي. ايوه فاليوم معانا الكابتن ماهر. حياك الله كابتن ماهر. الله يحييك، سعدت والله بالاستضافه ووجود الحلوين. الله يعافيك. الله يسعدهم. الكابتن اليوم خالد معانا ما شاء الله تبارك الرحمن في صغار ستار. اليوم يا كابتن خالد تعلمت من ابوك اشياء كثيره. صح؟ ما شاء الله، ايش تعلمت اول شيء من الوالد؟ ها؟ في القوه دائما. تكسير. حلو، ممتاز. وش كمان؟ شفتك انا شاركت في برنامج ما ادري في اي مسامير وشفت المسامير وكذا. ها؟ طيب كابتن ماهر اليوم لو تكلم ما شاء الله تبارك الرحمن انت لك في مجال القوة الخارقة وفي التمارين اللي هو التنين إلى آخره يعني، فاليوم أنت ما شاء الله قاعد نشوف خالد قاعد ياخذ من أبوه كثير. لا. كيف أنت بديت في تنمية مهارات خالد؟ كيف أنت بديت في أنه عززت فيه من أنه يكون اليوم والله خالد مثل الوالد؟ أول شيء بداية خالد كان ممكن عمره 3 سنوات ما شاء الله، هذا قصة جديدة تنحكيها. كنت جاي من برا شوي تفاجأت، وأول ما دخلت البيت تفاجأت إني جايب السيارة حقت الدراجة وحط مكنسة وراها وكان يدفها بحلقة. إيه نظرت إيش تسوي يا خالد؟ قال والله أنا أسوي زي بابا مثلك. طبعا وما عنده ثقافة عدم التقليد، دوري أنا في ذا الوقت قلت له لا يا بابا هذا غلط، انت لما تكبر انا راح ادربك وراح اخليك يعني راح ادربك الاشياء هذه وان شاء الله تكون بطل. انا شفت منه انه حب الموضوع من صغره، طبعا ممكن نقول وراثه هي يعني. حلو. طبعا دربته بعد ما صار عمره 5 سنوات دربته، واول مشاركه فعليه له عمر 7 سنوات ممتاز. كان اصغر استعراض. حلو. اليوم ان نقول كابتن ماهر كثير من الاطفال يتعلقون بشغله معينه لما يشوفونها وتعجبهم ويقلدونها. نعم. كابتن ماهر انت ما شاء الله تبارك الرحمن نتكلم عن سنوات كثيره قدمت في مهرجانات وفعاليات، احنا كنا يعني نشوفك دائما ما شاء الله في المسرح والعاب القوه تكسير ومسامير وسحب بالاسنان الى اخره. نعم. اليوم انت توجيهاتك من خلال اليوم ممكن احد يشوف خالد وهو يسوي العاب القوه، لكن انت كمان لك توجيهات انه والله اليوم ما يصير نحن نقلد مثل خالد او ما نصير نقلد مثل الكابتن لما نشوف مثل هالالعاب. طبعا شوف الاطفال عامه الجميع يشوف امه في البيت تقطع بالسكين. يا سلام. يشوف امه تولع النار تولع الغاز، بس ما حد منهم قلدها. ليش؟ لان عندهم ثقافه عدم التقليد، اي شيء خطر يعني حتى لو الكبار تشوفونه يسوونه ان صغار ما نسويه، صح ولا لا؟ ثقافة عدم التقليد هذه لازم تزرعها أي أسرة في البيت. الحين خالد في المدرسة يوصل نخليها ابتزاز. أيه. زملاء في المدرسة يبتزونه، أنت كذاب أنت ما عندك قوة. أوريك. يلا وريني. مستحيل يسويها. ما يسوي شيء. من الأشياء اللي كان رايح مخيم مع أهلي ما كنت معاهم، واحد جاب له دباب. قال اسحب يلا. لا جاب له دباب، قال هذا الدباب لك هدية. أيه. سو بس حركة واحدة رفض. وبرضه عنده ثقافة انه ما يسوي الاشياء هذه الا مع ابوه. طبعا الاشياء اللي قدمها خالد تدرب عليها سنوات يعني. ممتاز. سنوات طويلة. المشكلة الحين مو على الصغار، المشكلة الكبار صار يقلدون. طبعا الاشياء فيها اسرار، فيها صح. فيها اي غلطة ترى تؤدي لحياته. يعني انا مدرب اللعبة هذه ومع ذلك يعني انصبت ترى 7 غرز براسي وفتح راسي. وانا مدرب عارف؟ يعني سكاكين دخلت بطني، في اصابات
بس إيه؟ الفرق اني انا اتعلم من اخطائي، يعني ما وصلت المرحله هذه الا انا تعلمت ودربت، يعني تعبت كثير. اول واخير انا ما راح انصح الصغار، راح انصح الكبار قبل الصغار، ان مو اي شيء يشوفونه حلو يسوونه لا يقول هذا صغير، عارف انا كبير، يعني لا تستحقر. بالضبط، هذا وراثه. ممتاز. تدريب، حلو. اسرار، نقاط، في نقاط تركيز، يعني نقطه واحده ممكن تؤدي طيب. بحياتك. طيب اليوم كابتن شو مجهزنا اليوم؟ خالد يقول انا مجهز لكم شيء. ايش مجهز خالد؟ شو ايش فيك ساكت مرتبك صح؟ ولا اكل ما انت ماكل قزاز ولا قبل الذي يسبق العاصفه؟ خالد وشو؟ ميدان 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 يا احمد. نشوف طيب اليوم نشوف خالد. ترى على فكره خالد انا بس اكل قزاز كذا، يعني تبون ناكل سوا ولا لا؟ تبي قزاز ولا جو؟ يلا طيب، الله يعطيك العافيه. الله يعافيك. شوف كابتن اليوم خالد، نشوف كابتن ماهر اليوم. ايوه راح نزينها بس الوزن يعني عشان ما تنزل. طيب خالد بيساعدنا ولا شوف هذه لو خليناها كذا شوف راح تنزل عشان كذا. لا استريح وانا شوف جانس. تاكد تاكد انت. طيب اجلس. حلو. هذه ايش؟ اللي اشوف الحين يعني هذه لمبه. لمبه نيون. ايه هذه الصوامي العاديه ترى. هذه الصوامي العاديه. لمبه صح؟ لمبه صح؟ هذه الصوامي العاديه. راح خالد يولع اللمبه. يولع اللمبه خالد بدون ما يلمسها. تشوف راح يولعها وهو لمبه صح؟ لمبه لمبه صح؟ امسك حبيبتي شاطره امسك لمبه. حلو ان باللمبه هذه وين تبغى نوديها مخرجنا؟ اللي تبغى بس اللي تبغى اللي تبغى بس هنا هنا كويس اللي تبغى بس كابتن عادي كويس؟ ايه يلا هنا. طبعا شوف انا السر هذه ناس يقول لا انت هذه فيها بلا. شوف هذه فيها بلا ولا لا؟ لا ما فيها شيء يا جماعه، انا قاعد اشوف ما فيها حاجه. ما فيها شيء. اللمبه حقيقيه ولا لا؟ الا لمبه حقيقيه يعني ما فيها بطاريه؟ لا لا ما فيها شيء. ما فيها شيء اكيد. ايه اكيد ما فيها شيء. امانه؟ اي والله ما فيها شيء. طيب يلا جاهز خالد؟ تعال خالد وهو جالس هنا يولعها. ايه كذا كويس خالد؟ جاهز؟ يولعها الحين؟ ايه. طيب بس اشرح للمشاهدين. لا ركز ركز. إيه؟ خلي الشرح اوكي خالد. إيه؟ يلا بسم الله. شوف شلون يا جماعه اليوم. لحظه شوي لحظه يبدا معلش يبدا. يلا تفضل خالد. لا شد يدك قدام، شد يدك قدام عشان ما تقول إيه؟ في شيء. شد يدك قدام حيولع لمبه يا جماعه. خالد شد اقوى قدام قدام. اي ركز. بسم الله بسم الله اقوى خالد. حلو وحش. اوف انا احسبها متولع. ايش السالفه؟ هو زاد معيار شوي. وش الوضع يا ابو العيال حبيبي؟ كيف كيف كيف؟ انا احسب بتولع اللمبه. قلت بتولع اللمبه وش السالفه؟ جميل انتم يعني كذا مقرب عنكم انتم. طاقه كلها ما شاء الله. طبعا الفقره هذه امنعوها في او عملوا لها كت في ام بي سي في برنامج عرب جات تالنت، لان عندهم برنامج القدرات والطاقات عن بعد. جاء ولد صغير وسواها. طيب اليوم كابتن ماهر فعلا والله انا اول مره اشوف. انا احسب بتولع، قاعد احتريها تولع اللمبه. استغربت شو ذا الكهرب ما فيها. طيب يا فهد، طيب هم متفقين مع متفقين على المقلب ها؟ بكره مقلبكم انا صح. طيب اليوم ها؟ انا بوجودي بحق مقالب اسوي مقالب. خلاص ساعدني. طيب كيف قدرت انه تكسر اللمبه صدق والله عن بعد يعني؟ طاقه. في الطاقه شلون؟ يعني ممكن اسوي كذا يجي المخرج يعلق عليه سويتشر ها؟ ودي اسوي شيء يعني نفس ما سويت يعلق عنده سويتشر ولا هذه تعتمد تعتبر؟ انا بقول لك شيء، ان عندنا مشكله ايه؟ ان في شغلنا خاصه احيانا في البيت لو تقول لي شيل الطاولة هذه ايه؟
زول ما تشيلها يو كسل بس دائما وقت الشو صح نطلع من العالم اللي لنا فيه الى عالم اخر. انا ليش قلت لك خلى معليش قاطعت خلى وكذا خلاص هو مهيئ نفسه الان ممتاز. يعني ان مثلا في ناس في بعض المهرجانات في السعوديه وخارج السعوديه يقول اعملوا فقرتين بعدين نعمل بريك ونرجع. قلت لا حبيبي ما اقدر اعمل بريك صح انه خلاص انت كابتن عبد العال ما يحتاج تنطلق انطلق خلاص يعني تعمل بريك هذا يعني ممتاز تموتنا. بس الصراحه الشو مره حلو صراحه. بس كيف اللخمه؟ بس كيف رجولي والله بشو طيب المقلب يجيك ما انا ايش حسبتها؟ حسبتها ولعت ايه وانفجرت وانا كنت مفهم. لا هي ولعت بس الطاقة ما شاء الله زادها شوي. طيب لا لا ماني بنجرب جرب على لا 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 ماني انا متفق معاهم قلنا لا 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 ماني بنجرب والله ما اتوقع نجرب فوق قصدك الاضاءة؟ لا يا رجال قد صارت ترى عندكم في الاستديو. لا لا ما نبي شيء خلي اضاءتنا طال عمرك زي ما هي. احنا هذه تكفينا الفقرة هذه تكفينا. ايش رايكم يا بنات ولاد؟ شفتوا شلون الطاقة شلون انفجرت اللمبة؟ والله انا ليش ارجع عشان اسوي بوس اخوياي ها؟ شلون؟ كأنه شبح اخذها كأنه شبح اخذها وكسرها. رجولي صارت توجعني من الخوف. طيب يعطيك العافية. هذه من اللعبة الالعاب اللي تتسويها في خلينا نتكلم عن القوة تعتبر على القوة وعلى القوة اللي عن بعد والشو اللي تقدمه. ما شاء الله الكابتن ماهر انا لو داري انه خلينا يسوي اشياء كثيرة يا جماعة. كابتن ماهر عنده شغلات كثيره ما شاء الله يعني الله لازم تجينا مره ثانيه يا كابتن وتسوي لنا فقره خاصه بس ما يكون برنامج اطفال ايه بالتنين. ان شاء الله ان شاء الله من يعطيك العافيه. شكرا لك كابتن ماهر. شكرا لك كابتن خالد يعطيكم العافيه. الله يعافيكم. شكرا والفاصل بنرجع لكم بعد الفاصل خليكم معنا.